هنروح على ماتش امبارح على طول بقى كابتن. يعني ماتش امبارح كان ماتش مهم. انا بس عايز ابتدي المحور لما كان قبل المباراه. احنا قبل المباراه كان عندنا معلومات عن سيمبا، كنا عارفين ان المباراه صعبه والجهاز الفني كل تصريحاته المباراه صعبه 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 صعبه. شايف هل نجحنا في الاستعداد للمباراه بشكل او باخر؟ يعني السؤال ده ما كناش نقدر نساله قبل المباراه، ولكن نقدر نساله بعد المباراه. هو نقدر نقول ان في حدود الامكانيات اللي توفرت وظروف الفرقه قبل ما تسافر، ظروف ماتشين منتخب في 10 لعيبه او 9 لعيبه او 8 لعيبه لعبوا او 7 وكده، المهم في عدد، هذا العدد ان هو يكون بعيد عن عين المدرب وعلى زمايلهم انهم يكونوا موجودين مع بعض ويلتقوا في المطار، فده انا بحد ذاته انجاز. انا بمثل ان من النقطه دي، من سفر اللعيبه من استاد العاصمه الاداريه الاستاد الجديد استاد مصر الى المطار مباشره، هي دي روح النادي الاهلي. ان انت بتلعب لوقت متاخر، لعبت مباراه قويه جدا، مستوى عالي جدا، كرواتيا دي يعني حاجه طبعا. ما فيش مصنفه، يعني بطولتين كاس عالم بتوصل ثالث وثاني. فدي حاجه كبيره، يعني معنى ان احنا نلعب ونبقى متحمسين ونادي لمنتخب مصر، مش ان احنا لعبنا ويعني هو بنتدلع او كده بوفر مجهودي مثلا. لا، ده اللعيبه كانت بتلعب وبقوه وبتستمتع انها بتلعب كرواتيا أكيد. في نفس الوقت رايحين لمهمة تانية وبقى في فصل تاني. تخيل بقى، شوف كان الكابتن حسام عمال يشحن، وابراهيم بيشحنوا لاعبتهم وبيجهزوهم نفسيا لمباراة معينة لهدف معين، ثم بعد ساعتين الماتش انتهى، مفروض كولر هيشوفهم في المطار بيبدأ يهيئهم لمباراة تانية، لمسابقة تانية، لهدف تاني هم عاوزين يوصلوا له. صح، الحاجات دي كلها رؤيه 100% سليمه، بتبقى متداخله مع بعضها. نعم. لان بتعتمد على ايه؟ الاعداد، ده اعداد بيخش فيه الجهاز العصبي، الجهاز النفسي، الجهاز، كل الحاجات دي بتبقى متداخله مع بعضها. هدف هنا وبعدين هغير الهدف لهدف تاني هنا، وبعدين هرجع لعبت المباراه، هرجع تاني مع ايه؟ هروح هناك جو تاني، مباراة تانية، رطوبة 83، أجواء مختلفة خالص، مش ممكن. يعني كل ده والحمد لله احنا وصلنا النتيجة دي، فده أنا بسميه إنجاز لنا إن احنا توفقنا. ناس كتير بتقول يعني لله، عشان احنا دي أول مرة نكسب هناك في آسيا في أي في المباريات دي، كل ده أول مرة أو آخر مرة أو كده، لكن المباراة كانت صعبة، مباراة صعبة جدا، لكن اتلعبت خططيا كويس، تكتيكيا كويس، واللعيبه نفذوا صح، وخصوصا مش بقول اللعيبه ال 11، كل المنظومه اللي شاركت في المباراه كان لها دور في تحقيق هذه النتيجه. الحقيقه يحسب تاكيدا لكلام حضرتك اختلاف الاجواء، ويمكن يعني ده يعني قدر النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي عنده اكبر عدد من اللاعبين في المنتخب مصر، سواء على مستوى الشباب اولمبيا المنتخب الاول، ودايما دايما متواجدين بشكل جيد. حاجة لحضرتك في نقطة يعني مهمة جدا كمان، بنتكلم على الشكل المختلف على الأداء البدني. الأداء البدني مباراة كرواتيا ليها كان أداء بدني كبير جدا، لأن الريتم كان سريع جدا بالظبط، وكان كمان على المستوى الضغط العصبي، كان وجود جماهير بتلعب على أرضك، كنا نتمنى نعمل مباراة أفضل من كده، وبالتالي كمان جزء أكيد من الإحباط، اللعيبة خارجة زعلانة أكيد. نعم. يعني لعيبة المنتخب خارجة زعلانة منها لعيبة النادي الأهلي، إن المباراة خرجت بالنتيجة ديت، نتيجة كبيرة مش صغيرة. فكمان الريكفري على المستوى البدني، على المستوى النفسي اللي حضرتك اتكلمت عليه، إنك بتفصل على طول ما بين هدفين، هدف منتخب مصر هدف كبير، كمان أهداف النادي الأهلي أهداف عظيمة للاعبين. كولر اشتغل على الجزئيه ديت وطبقها في الملعب ازاي؟ يعني طبق الجزئيه دي ازاي؟ الحفاظ شويه على الجانب البدني، لانه وفر ثلاث لعيبه في اخر تقريبا 20 دقيقه من المباراه، وبدا يدفع بيهم، كان ليه ايجابيات كبيره جدا في نهايه المباراه. شايف اداء الفني والاداء البدني لكولر بالذات في المباراه دي ازاي يا كابتن؟ هو فكر فيها صح، وطبعا هي دي طبيعيه وكده،
وبعدين الفرق الكبيره هي اللي بتتحط في المواقف دي. صحيح. يعني لو اي فرقه تانية على مستوى العالم ما بيحصلهاش فرقه بتلاعب فرقه زي كرواتيا وبعدين يرجع تاني على المطار بيعدوا من المطار، هم ما عدوش لما راح. صحيح. ده بدا معاه لان هو وما عدوش قبل كده لانه ما كانش يعرف النتيجه هتحصل لايه. صحيح. فزي ما انت كابتن بتقول النتيجه طبعا هي اثرت عليهم، لكن انا عايز اقول للاعيبه مصر وفرصه ان احنا نتكلم هنا، جماعه لما احنا بنلاعب كرواتيا دي مش فرقه، مش اي فرقه نلعبها لازم اكسبها، ما بقتش كوره بقى. يعني لو انا كل ماتش عايز العبه اكسبه طبعا الطبيعي ان بتنزل عايز تكسب. صح، بتلعب لي كده. بس بقى خلينا بقى بالعقل في فروقات طبعا. خلي يعني انت راجل لسه سامع، كنت بتقول بقالك 10 سنين قعدت تلعب، لك 10 سنين فانت عارف الريتم هناك مختلف. في طبعا في اوروبا الريتم مختلف كله. نعم. فمش معنى كده ان هم جايين يلعبونا يبقى لازم اكسبهم، لا. طبعا. احنا عندنا الاستعداد وعندنا الطموح ان احنا عاوزين نعمل، وسجلنا هدف ودخل فينا اهداف، ممكن منها اهداف اخطاء مننا او قله خبره مننا او عدم تنسيق وتوافق داخلي او قدرات فنيه كمان، زائد الامكانيات الفنيه اللي بيننا وبينهم ما نقدرش طبعًا. مش هنتكلم يعني على ان احنا ده منتخب بيلعب في اوروبا. فاذا في الحاله دي عايز اقول لعبتنا هو خرجهم من الناحيه دي بقى. يعني كولر، انا بقول الكلمتين دلوقتي ليه؟ لان كولر خرج اللعيبه بتوعنا اللي كانوا بيلعبوا بالاسلوب اللي انا قلته ده، يعني عشان اخرجهم من الاحباط. لا، مفيش احباط، انتوا اديتوا مباراه وعملتوا حاجه كويسه، نتيجه خلاص سيبها، النتيجه بقت خبره. نعم. لكن النتيجه مش هتتحقق لك ولا هتتسجل لك في اي حته، خلاص النتيجه اصبحت انت عندك خبرات اكتسبتها. مزبوط. من الفرقه دي نشوف الخبرات دي وازاي استغلها في ماتش اللي انا رايح فيه بتاع افريقيا. طب كابتن هو جاهدهم جدا.